اهلا بحضراتكم من جديد. ويتواصل عطاء الاهلي في كل مكان، يعني في الوقت اللي الاهلي بيواصل فيه مشروعاته التنمويه هنا، فريق كره اليد كمان في المغرب بيواصل انتصاراته ويتاهل للدور نصف النهائي لبطوله افريقيا بعد ما فاز النهارده على اسفا السنغالي بنتيجه 49-22، وده استمرار للنتائج الكبيره للحياه اللي فريق النادي الاهلي بيحققها في البطوله منذ بدايتها. هنقابل مين بقى في النصف النهائي؟ هنشوف. هتقولنا نتيجة ماتش النهاردة في النصف النهائي، لكن تأكيدا لما حدث اليوم في النادي الأهلي من افتتاح مهم جدا لأعضاء النادي الأهلي في مدينة نصر، تحدث الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي في هذه المناسبة، نشوفه. بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية برحب بالسيد الوزير دكتور أشرف صبحي والسيد المحافظ اللواء خالد عبد العال لحضورهم وتشريفهم، وبرحب بكل السادة الحضور أعضاء النادي ولاعيبة النادي وكباتن الفرق اللي ليهم دور كبير جدا في رفعة الرياضة بالنادي الأهلي. الحقيقة يمكن النهاردة يوم من الأيام اللي احنا بنسعد بيها جدا وبنفخر بيها جدا، للنادي الأهلي النهاردة يمكن السلوجان اللي احنا أو اللوجو اللي احنا ماشيين عليه بقالنا 4 سنين دلوقتي، تاريخ مبادئ تطوير. النهاردة لحظة من اللحظات اللي فيها التاريخ الإنشائي للنادي الأهلي أو التطور الإنشائي للنادي الأهلي. اللحظة دي لحظة احنا سعداء بيها جدا، لأن الحقيقة يمكن أنا في مجلس إدارة سنة 88 كعضو مجلس إدارة، سنة 90 استلمنا الأرض هنا ابتدينا نشتغل، وكان من أول يوم احنا بنفكر يكون هناك، أو مجلس إدارة يعني بيفكر يكون هناك جراج يسع لأعضاء النادي، لكن كان هناك بعض التراخيص وبعض الموافقات من بعض المؤسسات كانت من الصعوبة. الكلام ده من سنة 90 أو ما ابتدينا. فدلوقتي احنا ليه الواحد سعيد باللحظة دي؟ لأن على مدار أكتر من 20 سنة احنا بنحاول فعلا ناخد نعمل هذا الصرح اللي حضرتك شايفينه. صرح دوت اعتقد يضيف للنهضة الكبيرة جدا والانتاج الفعال بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كان بيمر وشاف المكان وقال لي انتوا ما تستغلوش المكان ده في هذا، يعني في تسهيل للاعضاء، انه ده الامر اللي احنا كنا نفسنا فيه من 20 سنة فاتوا. فكان هناك توجيهات فورية ان احنا نبتدي فورا في السور دوت، السور اللي كان اخر سور موجود مع المنطقه دي كلها. فالحقيقه دفع عجله الانتاج دي بتخلي الناس كلها الحقيقه بتشتغل، وفي نفس الوقت كمان بتخلي الناس كلها سعداء بالمظهر اللي حضرتك شايفينه النهارده. الباركينج حموله الباركينج او السعه بتاعت الباركينج حوالي 700 عربيه، لكن احنا ان شاء الله برضو التطوير من سلوجر النادي تاريخ مبادئ التطوير، التطوير ان احنا عايزين نضاعف ان شاء الله هذا الرقم. نبتدي بقى من بدايه السنه الجديده باذن الله يكون في اللي هو البارك الهيدروليك، بحيث ان احنا ناخد اكبر عدد، اكبر من 700 عربيه ان شاء الله. الحقيقه في النهايه يمكن بشكر كل اعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، هم داعمين دايما للنادي الاهلي، اعضاء وجماهير. جماهير النادي الاهلي هي الداعمه دائما للنادي الاهلي، والاعضاء جزء من الجماهير. عشان كده انا بقول لهم يعني اعضاء النادي الاهلي انتوا استحملتوا فتره طويله، لكن الحمد لله لكم انك تفخروا بما تم، مش بس ده، لحاجات اخرى كتير من خلال برنامج عائله النادي الاهلي اللي احنا ابتديناه من 4 سنين. البرنامج اعتقد الحمد لله كله تم، يمكن الحاجات الناقصه 1 أو 2 حاجه او حاجتين، يمكن عشان موضوع كورونا والتجمعات، منها مثلا على زي ما انا فاكر حضانة للأطفال، مكان للأطفال، طبعا مع الكورونا صعب جدا ان احنا نعمل الكلام ده، عشان كده وقفنا شوية. وكمان البرنامج ده احنا عدناه بحاجات ما كانتش موجودة وعملناها كمان، الحمد لله رب العالمين. وده حق جماهير النادي الأهلي وأعضائه على أي مجلس إدارة، أي مجلس إدارة بيجي وأي واحد بيعين في هذا المكان أو بيكون موجود من خلال انتخابات في هذا المكان، هي ثقة الناس فيهم وثقة الناس انها انت جاي طالما يعني بتقدم نفسك لخدمه الناس لازم تكون على هذا، يعني هذا المحك
انك فعلا تخدم الناس بوقتك وبفكرك ومجهودك، ما تبخلش لان الناس ادتك ثقه كل وقتك للناس، ومع ذلك تحافظ على مبادئ وقيم النادي الاهلي. الكلام ده لاي ليا ولاي عضو مجلس اداره حالي او قادم. مره ثانيه بشكركم جدا، بشكر كل الساده الحضور، وعلى بركه الله ان شاء الله نبتدي من النهارده استخدام جراج النادي الاهلي باذن الله. شكرا لكم وشكرا لكل الساده الحضور، شكرا سياده الوزير، شكرا لكم. كلمه مهمه بتجاوب على تساؤلات ناس كانت ابتدت تتكلم فيها، هو انتوا ليه عملتوا الجراج مسطح؟ فالكابتن الخطيب قال المرحله الجايه هنضاعف المساحه من خلال ان هيبقى فيه تدرج في الطوابق يعني. وده اصلا مرتبط بموافقات تانية، لان المكان ده ما كانش فيه ارتفاعات وحاجه زي كده. صحيح. لكن فكره ان يبقى عندك جراج 733 عربيه يركنوا في وقت واحد، يعني بالحركه ممكن يتضاعف هذا الرقم. يبقى شوف انت بتخدم كم اسره. هذا يعني الاستثمار في سعاده العضو. ده مهم جدا. كمان الكابتن الخطيب يتحدث عن تعاقب المسؤولية. وإن تداول المسؤولية، وإن جيل بيسلم جيل. يعني الفترة الجاية هيبقى فيه تطويرات تانية، أي مجلس حقيقي هيكملها. خطة محطوطة، وبإذن الله يعني الأعضاء هم أصحاب القرار في هذا الأمر، هم اللي بيقولوا مين المجالس اللي تيجي، لكن مؤكد إن هم المصداقية اللي بتيجي من الإنجاز والعمل هي اللي العضو بيقيم عليها. الإنجاز.